هنتكلم على تغيير في الفكر الحكام الأفارقة بشكل عام، لأن برضو أنا معايا تليفون. هنتكلم في وقعات مؤسفة حصلت للأهلي في سنوات سابقة بس بتتكرر حتى لغاية 2019. باتريس ماتابيلا الحكم اللي حكم مباراة السوبر بين أهلي وزمالك قرارات غريبة، وبعد كده تم إيقاف الحكم وإبعاده مدى الحياة لأسباب تحكيمية. حكم جزائري كريم ضحو عمل خطأ قانوني حتى في مباراة 99 ما بين النادي الأهلي والرجاء، والرجاء لعب 12 لاعب لمدة دقيقتين، أخطاء قانونية غير طبيعية. أنا معايا على التليفون احد نجوم النادي الاهلي السابقين في خط الدفاع وصخر الدفاع ومدير فني للنادي الاهلي سابقا، الكابتن محمد يوسف. كابتن يوسف ازيك؟ اهلا اهلا، مساء الخير يا محمد. اخبار حضرتك ايه؟ وحشني جدا. الله يخليك، انت وحشني كتير، وسلام ليك طبعا، وسلام للكابتن ايمن. كابتن ايمن دجاج بيرحب بيك. تحياتي ليك كابتن محمد وموفق دايما يا حبيبي. ربنا يخليك، ربنا يخليك كابتن. كابتن يوسف احنا بنفتح ملف ده. نورك يا كابتن، نورك يا حبيبي، ربنا يخليك. بنفتح ملف معاناه الاهلي مع التحكيم الافريقي، والكلام مش في 2019 2020، لا ده احنا بنتكلم كمان في مباريات بتحصل من حوالي 20 30 سنه. وعلى المستوى الشخصي بالنسبه لك حضرت ده وعاصرت ده في مباريات افريقيه عديده، بتظهر ازاي او بتكتشف ازاي فكره ان الحكم مش بيخطا في تطبيق القانون او بيخطا حتى في تقدير اللعبه، لا تحس ان هو فعلا جاي عليك او بيحجمك في الماتش؟ بص يا محمد، هو طبعا النادي الاهلي طبعا هو كبير افريقيا وزعيم افريقيا، ده حقيقه لابد ان نعترف بيها ولابد ان احنا نقرها ونؤكدها. طبعا في احيان كثيره جدا بيجي طبعا التحكيم بيظلم النادي الاهلي وبيجي عليه، وطبعا نتيجه ان انا كنت لعبت فتره طويله جدا فتره التسعينات كلها، وايضا من خلال التدريب مرينا بحاجات كثيره جدا. يمكن انا هتكلم في واقعه كلنا فاكرينها وعارفينها، مباراه الاهلي والزمالك السوبر في اول مباراه تتلعب سوبر افريقيا في جوهانسبرغ. الاهلي والزمالك وكانت في جوهانسبرغ. انا تعرضت انا شخصيا يعني دي المره الوحيده في تاريخي في 15 سنه كوره اتعرض لكارت احمر، كان من باتريس ماتابيلا، وده كان حكم جنوب افريقي وكان متهم ومعروف عنه طبعا الفساد ويعني تلقى رشاوي كتيره، وتم فعلا بالفعل يعني بعدها بفتره يمكن، بس طبعا في حاجات بتظهر بعدها بفترات طويله. يمكن في 2004 2005 تم القبض عليه في تاريخ 2004 بالتحديد، يعني 2006 2004 تم القبض عليه بتهمه في 2004 رشاوي، واتقبض عليه في الشرطه في جنوب افريقيا تمام بتهم التلقي الرشاوي والتلاعب في نتائج المباريات. وتم طبعا يعني ايقافه وتكليده عن النشاط. النقطه اللي انا بتكلم فيها ان كتير جدا تعرضنا طبعا، وفي موقف ثاني بتاع مايكل انرامو مع الترجي في 2009، كنت مدرب مساعد مع كابتن سامي الفضلي، وخرجنا من البطوله بسبب هدف يعني غير شرعي بالمره. احنا حتى عرضنا هو يا كابتن يوسف على الشاشه طب يعني الحكم ماتابيلا من افضل او من قمم الحكام اللي كانوا موجودين في اوروبا في وقتها، تم القبض على الحكم بتهم التلقي الرشاوى والتلاعب بنتائج مباراه سنه 2004. شوف بعد حتى بعد كام سنه من مباراه السوبر. ده حقيقي فعلا، ده حقيقي. ويعني اللي انا عايز اقوله، اللي انا عايز اقوله ان طبعا نتيجه الظلم ده او نتيجه ان النادي الاهلي في بعض او كثير من الاحيان بيتظلم، ده لا شك انه بيأثر على النتائج، ولابد ان الاتحاد الافريقي يحقق العداله بشكل كبير جدا في الحته دي. حته التحكيم لسه محتاجه شغل قوي للاتحاد الافريقي، شغل كتير فعلا. الاتحاد الاسيوي سبقنا في الحته دي بشكل كبير جدا، اتفق معايا، خلال تحضير الحكام ومن احتاج رفع مستوى الحكام سواء المستوى الفني او المستوى الاجتماعي. الحاجات دي كلها عشان ما يتلقاش وما يحاولش ان هو يخش في حاجات يفكر فيها ان مثلا يتلقى اي حاجه او يقبل اي حاجه. الحاجات دي كلها مهمه جدا جدا جدا. الاتحاد الاسيوي سبقنا طبعا، امريكا الجنوبيه واوروبا طبعا سبقانا، فلازم الاتحاد الافريقي يتحرك في الحته دي. اكيد يا كابتن يوسف، حتى بنتكلم على اكيد تابعت مباراه النجم الساحلي والاهلي، الخطا الحكم البتسواني، نفس الخطا ده حصل في كاس العالم للانديه، لكن الحكم في كاس العالم للانديه طبق القانون فعلا وادى لاعب ليفربول انذار ما ادالوش كارت احمر. في مباراه الاهلي والنجم الساحلي يا كابتن يوسف الحكم البتسواني طرد ايمن عاشور.
طرد ايمن اشرف بالظبط. فانا اللي بقوله لك ان احنا لابد كنادي اهلي ان احنا نوضح ونعمل ملف مش عيب خالص ويتعرض على الاتحاد الافريقي، يا جماعه احنا بنتعرض لحاجات مثل يعني حاجات يعني عايز اقول لك يعني مش اخطاء بسيطه تقديريه ممكن اي شخص او اي فرد انه يخطا فيها، وعامل العامل البشري معرض للخطا، لكن في حاجات بتبقى مقصوده او عايز اقول يعني فيها استهانه وعدم تقدير بشكل كبير يعني. بس كنت موجود في الجهاز الفني ايام مباراه الاهلي والترجي مع لمبه الغاني اعتقد. مع مين؟ مباراه ايد انرامو، مباراه الاهلي والترجي. بقول لك كنت موجود، ده احنا عايز اقول لك قلبنا الدنيا يوميا وقمنا واتكلمنا مع الراجل، دي باينه جدا 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 باينه. وبعدين الراجل ده برضه اختفى خالص على التحكيم بعد هذه المباراه. مظبوط. اختفى تماما. ما قعد حوالي يعني بتتكلم انا مش شفتوش تاني يعني، فاهم قصدي؟ فطبعا يعني بتتظلم في بطولات وبتتظلم بتخرج من بطولات كبيره وفي عليك القاب بسبب حاجات انا شايف ان لابد الاتحاد الافريقي يراجع نفسه فيها ويشدد الحته بتاعت التحكيم، يشدد عليها جامد جدا وعلى الكنترول بتاعها، ولازم يبقى في يعني مراقب للحكام ويبقى معاهم لا يعني لازم يعمل شويه خطوات يظبط فيها الحته بتاعت التحكيم عشان البطولات. طيب موضوع الفار يا كابتن يوسف، اختم معاك كلامي بهذا الموضوع، موضوع الفار تطبيقه في نهائيات افريقيا اثر بشكل ايجابي ولا كان ليه تاثير سلبي؟ خاصه ان في احدى المباريات في تونس كانت البطوله قبل الماضيه النهائي عارف تم اختاركوا ان مفيش فار حتى في النهائي مع الفريق الترجي. عارف موضوع الفار ده ده لازم يتعمل في جميع مباريات بطولات افريقيا من اول دور ال 32 من اول 64 مباراه في دوري ابطال افريقيا او دوري او كونفدراليه لازم يبقى في فار، مع احترامي بقى بتتلعب في تنزانيا في اوغندا في مصر في نيجيريا اي دوله اي مباراه طالما بتنظم تحت الاتحاد الافريقي تحت مظله الاتحاد الافريقي نجيب الفار مش عيب. طب الفار موجود في البريمير ليج في الدوري الانجليزي بس ما كانش موجود في نهائي افريقيا لما كنا في تونس وقالوا لك ساعتها ما فيش فار في النهائي النهارده. ساعتها عملوه في مصر ورحنا الراجل والحكم بيصفر انا قلت تقدم اقول له هو فين الشاشه بتاعت الفار اللي زي ما عندنا كانت في الطريق، قال لي لا دي بايظه والراجل صفر، الراجل بدا المباراه يعني حتى قال لي اقعد. طب ما لا تم اختاركوا في الاجتماع الفني ولا اختاركوا قبل المباراه ولا اي حاجه. لا لم يتم اختارنا طبعا في الاجتماع الفني قبلها بيوم. ما جابش فكره خالص ان الفار عطلان ولا ان مش هيبقى في فار ولا الكلام ده كله. واتكررت تاني. بالعكس اتعملت محاضره للاعبين عن الفار وان الحالات اللي بيتم اللجوء ليها للفار الحالات الاساسيه، وشرح وتم شرح وافي للاعبين الفار بيستخدم ازاي، وان الحكم لما يروح يشوف الفار المفروض اللعيبه ما تروحش تقف معاه واللعيبه ما تروحش تقول له يعني شوف لعبه ضمن البروتوكول ان انت ما تطلبش كلاعب تقول له اللعبه دي شوفها في الفار او مش شايفها. مظبوط. حالات محدده حالات بتنتج عن ضربات جزاء طبعا الكابتن احمد مش عارف الكلام ده تمام بتحدث تسلل عنها او ينتج عنها اهداف طرد لاعب بصوره خاطئه طرد لاعب بالخطا ايوه يعني كده. في اربع خمس حالات دول بس اللي الحكم الحاله دي بيطلع يكون يقول لك انا هلجا خط المرمى كره عدت خط المرمى ما عدتش خط المرمى هم دول الحاجات نقطه برضه من ضمن الحاجات كده. طيب ما كانش في الحاجات دي وما كانش في فار اساسا. خدتوا التعليمات بس يا كابتن محمد؟ خدتوا التعليمات بس. نعم خدتوا التعليمات بس. بقول لك يا كابتن محمد انا بقول لك ساعه المباراه والفريقين وقفوا في الملعب انا هم حاطين الشاشه مالك هم حاطين الشاشه اللي هي المكان اللي بيتحط فيه الفار ده والكفر بتاعه محطوط كل حاجه محطوطه تمام بس مش شغال يعني خلاص يعني وقفت من الحكم يقول لي ساعه المباراه ما بتبتدي والراجل بيصفر الفار مش هيشتغل
لانه عطلان ولو هيشتغل هنبقى نخسركم. يعني بنقول لك مثلا على الاسلوب الثاني مثلا ممكن يشتغل مثلا دينا هيتصلح يعني حتى يصلحه مثلا والمصر شغال. فطبعا ما كانش يعني بتتكلم ساعتها وما كانش في اي حل ساعتها ان انا اوقف المباراه بقى و ما اتقررت حتى في الموسم اللي بعديه في مباراه الوداد نفس الموضوع برضه. بالظبط بالظبط. كابتن يوسف انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، والقصه دي اكيد هنتكلم فيها كتير الفتره الجايه الى ان يطرا جديد على الاتحاد الافريقي ولجنه التحكيم، ونشوف حكام مصنفين يديروا المباريات، ويكون في تطوير حصل في مستوى الحكم الافريقي خلال الفتره اللي جايه.